السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريع في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه، سواء مشاريع كبيرة جدا او مشاريع صغيرة او حتى شوية طيور بيبيضوا فوق السطح بتاعكم. النهاردة جايين نتكلم عن مشكلة خطيرة جدا، وهي اسباب موت الاجنة في البيض، او اسباب موت الكتاكيت الصغيرة او صغار البط او صغار الوز في البيضة قبل ما تطلع البيضة او قبل ما تفقس البيضة ويطلع منها كتكوت. بيموت الكتكوت او بتموت صغار الطيور جوه البيض، ودي ظاهرة بيسموها كبس البيض، ان البيض كده بيكبس منهم. طبعا الموضوع ده ليه اسباب كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة، وهنتكلم عن العلاج السهل واللي ببلاش ومش هتتعب فيه خالص، الموضوع مش هيخليك تصرف قرش ساغ واحد. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في بعض المشاكل اللي بتكون موجودة عند الامهات اللي بتبيض البيض، المشاكل دي بتؤدي قطعا وبشكل مباشر ان البيض ده ما يكملش او ما يبقاش فيه كتكوت، والكتكوت اللي جواه يموت جوه البيضة، وزي ما قلنا يكبس، يحصل كبسة في البيض. المشاكل دي بتبقى مختلفة ومتنوعة، يعني ممكن تكون الامهات مثلا عندها امراض زي السالمونيلا. السالمونيلا بيؤدي الى ان البيض اللي طالع من الامهات يكون كابس او بايظ، والكتاكيت اللي جواه ما تعيش وما تطلعش وتموت جوه البيض. ممكن امراض تانية كتيرة جدا تؤدي الى نفس النتيجة. فلازم احنا، عشان كده احنا دايما بنقول في الفيديوهات السابقة اننا لازم نحافظ على الاصل الام والام اللي هي الفرخة مثلا والديك، لازم نحافظ عليهم تكون صحتهم كويسة علشان بعد كده النسل بتاعهم وانتاجهم يكون كويس. ممكن برضو يكون من الاسباب ضعف تكوين الجنين، يعني الجنين او الكتكوت الصغير ده اللي جوه البيضة يكون هو نفسه تكوينه ضعيف وقدره كده، يعني زي ما بيحصل في كتير من الحالات في التربية عموما، سواء تربية الطيور او حتى عند الحيوانات او البني ادمين كمان، يعني كل انواع الكائنات الحية ممكن يحصل ضعف في تكوين الجنين، وده بيبقى له اسباب. يعني تكوين الجنين ده ليه علاقة بالغذاء بتاع الام برضو، يعني غذاء الام لازم يكون سليم ومتنوع علشان ولادها والجنين بتاعها يكون كويس، وغذاء الاب طبعا مهم جدا اللي هو الديك او ذكر البط او ذكر الوز او ايا كان الطائر. برضو صغر البيضة بيؤدي الى الكبس ده، ان يحصل كبس في البيضة، صغر حجم البيضة نفسها. لو تفتكروا يعني انا قلت لكم قبل كده اننا لما بنيجي نختار البيض بنختار البيض اللي حجمه كبير بس مش قوي، يعني حجمه متوسط ويصلح للتفقيس والترقيد، لكن البيض الكبير قوي او الصغير قوي ده مش يعني مش محبذ في التربية، فانت بتختار البيض اللي يكون حجمه متوسط ده السليم معاك، انما لو صغير هيحصل كبس في البيض. برضو تشويه قشرة البيضة، يعني قشرة البيضة لو اتشرخت او اتكسرت او وقعت او اتخبطت او اي حاجة دي كده يعني اتفتحت في ميعاد غير ميعادها، فكل ده بيؤدي الى ان البيضة تكبس لان هي خلاص تعرضت للهواء، وكتكوت جوه تعرض للهواء في وقت غير وقته تماما، فاكيد اكيد اكيد هيؤدي الى كبس البيضة والكتكوت هيموت جوه البيضة. برضو ضيق الغرفة الهوائية للبيضة، يعني الغرفة الهوائية اللي جوه دي لما تكون قافلة كده اللي هو الهواء اللي جوه البيضة، كل ده بيؤدي الى ان بيبقى فيه صعوبة شوية في حركة الكتكوت وتنفسه، والبيضة نفسها بتبقى غير صالحة، بتبقى فاسدة، ودي حاجة احنا مش قوي يعني لينا علاقة بيها، لكن برضو الدخلة شوية في الاهتمام بالام والاب اللي هو الفرخة والديك، وعلى قدر اهتمامنا هيكون العلاج. وسمك قشرة البيضة برضو بتتحكم في الموضوع ده، يعني انت على قد سمكة قشرة البيضة، لو البيضة سمك قشرتها كبير قوي وتقيل وصعب هيبقى صعب على الكتكوت انه يطلع،
وهنا احنا بس ممكن ننصح اننا ان نساعد الكتكوت انه يطلع بعد الميعاد بتاعه، يعني اذا كان 20 يوم مثلا في الفراخ او ايا كان الميعاد بتاع طلوع البيض، لما كله يطلع الا بيضة مثلا قشرتها قوية، ساعتها احنا ممكن نفتح فتحة لتسهيل خروج الكتكوت. برضو انسداب مسام القشرة، القشرة فيها مسام لازم تكون مفتوحة، لما بتتسد ده بيؤدي الى كبس البيض والكتكوت جوه بيموت، لانه بيحتاج برضو مسام البيضة تكون مفتوحة علشان يتفاعل اكتر مع الجو الخارجي من حيث درجات الحرارة ومن حيث الهواء والتهوية وكل حاجة بطبيعة ربنا سبحانه وتعالى. برضو عدم توازن مكونات العلف اللي بنقدمه للفرخة او للديك، مكونات العلف لازم تكون متوازنة وما فيهاش حاجة زيادة عن حاجة علشان خاطر صحة الكتاكيت برضو تكون سليمة وما فيهاش اي مشاكل. كمان عدم خبرة الام في الرؤاد، ممكن ترقد عليهم بشكل غلط مثلا انها اول مرة ترقد، فده يؤدي الى ان البيض يتخبط او يتكسر او يحصل فيه اي مشاكل تؤدي الى كبس البيض. برضو ترك الام للبيض، لما الام بتسيب البيض وتمشي ده بيؤدي الى ان البيض يكبس، لانها لما بتسيبه يعني بتسيبه في درجة حرارة غير مناسبة وبيبرد طبعا، وده مضر جدا لعملية الترقيد. طبعا الرطوبة والحرارة واصابة الامهات بالامراض، كل الحاجات دي بتؤدي بشكل مباشر جدا لو ما خلناش بالنا منها لكبس البيض. هتقولي بقى ايه علاج المشكلة دي؟ هقولك انا قلت العلاج اثناء الفيديو، والعلاج بكل اختصار اننا نهتم بالاصل، نهتم بالاصل علشان الفرع يبقى كويس، نهتم بالام والاب اللي هما الديك والفرخة علشان خاطر ده يؤدي بشكل مباشر الى ان الانتاج بتاعهم يكون كويس ومفهوش اي مشاكل، لما نهتم بيهم من حيث الاكل والنظافة والمناعة وتنويع الاكل والتهوية ودرجات الحرارة والرطوبة والفرشة اللي تحتهم، ونهتم بعنصر الكالسيوم بالنسبة لهم، ونهتم بكل العناصر الغذائية، يعني ما نزودش اي عنصر. وفي حاجة مهمة، ان عنصر الكالسيوم لما بيزيد في الموضوع ده بيؤدي الى حدوث موضوع كبس البيض ده، لانه بيخلي سمك قشرة البيضة زيادة، فاحنا ما نديهمش عنصر بنسبة كبيرة، احنا نديهم كل العناصر بنسب متوازنة علشان خاطر هم كمان لما يجوا يطلع منهم كتاكيت او بيض، سواء الديك او الفرخة كلهم داخلين في العملية، الديك اللي بيخصب والفرخة اللي بتنتج حبل البيض وعنقود البيض، فكلهم داخلين في العملية، فاحنا نخلي بالنا منهم ونربيهم بشكل سليم وما نخليهمش محتاجين اي عنصر غذائي، وما نديهمش عنصر غذائي بنسبة اكبر من المطلوب سواء الكالسيوم او غيره، علشان خاطر ده يؤدي الى مشاكل كتيرة جدا 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 منها كبس البيض. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.